مشاهدي قناة الوسط الأعزاء، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج هنا ليبيا. رغم تداعيات الأزمة التي تشهدها بلادنا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وضغوطاتها على حياة المواطن المعيشية، إلا أن كل ذلك لم يمنع من ظهور ومضات تفاؤل هنا وهناك في مدننا وبلداتنا الليبية. فمن الجنوب حيث يعود مسرح سبها البلدي إلى الحياة ويدشن افتتاحه بالعروض الموسيقية والغنائية، إلى غرب ليبيا في الرقدالين حيث ينقل مراسلنا صوت فنان تشكيلي يتحدث عن تجربته في غياب ما يصفه بعدم اهتمام الجهات ذات العلاقة. لكن يبقى التذكير دائما بآخر مستجدات الجهود المبذولة لمحاصرة جائحة كورونا والحد من انتشارها عبر متابعة برامج رصد حركة الفيروس وتمكين المواطنين من تناول اللقاح المضاد. حملة توعوية عن تكيس المبايض، عودة مسرح سبها من جديد، صيانة الطريق الساحلي بالخمس. أعلنت وزارة الصحة انطلاق حملة المسح الوبائي في مدينة بنغازي وضواحيها غدا الثلاثاء. جاء ذلك لمعرفة مدى انتشار فيروس كورونا المستجد في المدينة وضواحيها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شهدت مدينة طبرق فعاليات الحملة الأولى من نوعها للتوعية من متلازمة تكيس المبايض، حيث استهدفت الحملة عدد من العيادات في المدينة والمناطق المجاورة، إضافة لأيام مخصصة للكشف عن السيدات. مراسلنا محمد شحات واكب هذه الحملة وعاد لنا بهذا التقرير. للمرة الأولى تشهد طبرق حملة للتوعية من متلازمة تكيس المبايض لتعريف النساء بشكل أكبر حول هذه المتلازمة وما مدى تأثيرها على المرأة. حملة استهدفت وبشكل واسع العيادات والمراكز الصحية سواء في المدينة أو في المناطق المجاورة. فكرة هذه الحملة توعوية لنشر الوعي بمدى خطورة ومضاعفات متلازمة تكيس المبايض. هذه الحملة استهدفت مستشفيات وعيادات خاصة وعامة، قمنا بتوعية الناس بمتلازمة تكيس المبايض وكذلك مضاعفاتها، قمنا بإنشاء مركز للكشف المجاني لهذه الحملة، كذلك قمنا بإنشاء يوم علمي وقمنا بإنشاء بحث أو استبيان إلكتروني لمعرفة مدى وعي النساء الشابات بهذه المتلازمة. إصابات بدأت تسجل بأعداد مخيفة خلال الفترة الأخيرة، وهنا بالتحديد تعرفنا الطبيبة إيناس علي أكثر على هذه المتلازمة وتأثيرها على النساء بكونها مختصة في أمراض النساء والولادة. تكيسات على المبايض هي متلازمة كانت يعني من فترة يعني من حوالي 5 سنوات أو هيك كانت في حدود 10%، يعني كل 100 فيهن 10، لكن توا من خلال خبرة عملنا ومن خلال ممارستنا يعني مواجهاتنا للمرضى زادت النسبة لحوالي 40%، 30 إلى 40%، وهذه نسبة طبعا تعتبر نسبة عالية، وينتج عنها طبعا المريضة ما تعرفش روحها أن عندها تكيس، لكن بمجرد ما هي تجيب الأعراض يا أما عقم يا أما نزيف يا أما تبي تنقص وزنها يا أما زيادة نمو الشعر، هذين كلهن نلقوا أنها فعلا عندها المتلازمة هذه. فالمتلازمة هذه طبعا هي متلازمة تعتبر مش سهلة، تبي متابعة من الجيل اللي هو من سن النضوج، بداية سن النضوج المفروض أنها أي امرأة سواء متزوجة أو آنسة تجي وتدير الفحص المبكر تأكد أن في تكيسات أو لا. لهذه المتلازمة خطرها البالغ ليس على المرأة فقط، بل حتى في تكون الأسرة، خاصة وهي أحد أهم أسباب العقم، الأمر الذي يدعو لتكثيف التوعية بالكشف المبكر والعلاج حيال هذا الموضوع.
أكيد نحتاج للتوعية المستمرة بالحملات الطبية والأطباء، ونحن يعني أهم شيء نحن عارفين كمجتمع إسلامي مجتمع ليبي يعني عندنا الخلفة زي ما يقولوا، فعرفنا أن من 80% من أمراض العقم وكذا المسؤول عليها تكيس المبايض، وهذا يعني شيء مهم جدا تعرفنا النساء وأن يكون أن يحاول أنهن يتعالجن من هذا والكشف المبكر على مثل هذه الحالات. صواعد شابة نجحت في إطلاق حملة موسعة هي الأولى من نوعها استمرت إلى 20 يوماً، كانت بدايتها من العيادات الطبية سواء العامة أو الخاصة، مروراً بالكشف السريري وصولاً إلى يوم علمي كان لها ثمارها بنشر أكبر قدر ممكن من التوعية حيال هذه المتلازمة. محمد جحات، WTV. من أجل تطوير أداء الطاقم الإداري بالقطاعات المختلفة بدرنا، قامت منظمة نبض بالتعاون مع مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة محاضرة تحت شعار القيادة الإدارية في التحفيز والتوجيه، وذلك بمقر التفتيش التربوي بدرنا، والتي استهدفت عددا كبيرا من العاملين بالمكاتب الإدارية بالمدينة. مراسلنا إبراهيم غضبان والتفاصيل. بمقر التفتيش التربوي بدرنا استضافت منظمة نبض مدربين من مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، استهدفت الشباب والإداريين والعاملين بالإدارات المختلفة لتطوير أدائهم وتحسين جودة الخدمات الإدارية بقطاعات المدينة. الدورة كانت تحت شعار القيادة الإدارية في التحفيز والتوجيه. نحن استهدفنا الشباب، يعني الشباب في مدينة درنا وغيرها من المدن، حتى يعني من باب يعني الأهداف التي انطلقت منها مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة من ناحية التطوير والتثقيف والتعليم وخلق يعني بيئة من التدريب في مدننا. فطبعا نقول إن شاء الله احنا قمنا بهذا الأمر بنجاح، يعني بحضور يعني كان مقاطع النظير على فكرة. يأتي هذا ضمن مشروع واسع تشرف عليه منظمة نبض لتطوير الكوادر الشبابية في شتى المجالات. نسعى دائما في جميع برامجنا إلى الرفع من كفاءتهم في جميع المجالات الإدارية الإعلامية، رفع الكفاءة المهنية التدريبية، كان هذا هو هدف ورؤية ورسالة نبض، ونحن مستمرين بهذا الأهداف وهذه الرسالة حتى نتحصل على شباب بناة الغد وهم مستقبل هذه الجيل. هذه هي ختام جولة لمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، حيث زارت مدن الشرق الليبي كالمرج والبيضاء وشحات لتحط بها الرحال أخيراً بمدينة درنا، واعدة بزيارة متقدمة للمدينة لنشاهد تحسناً ملحوظاً في نشاطها الإداري. إبراهيم غضبان، WTV، درنا. عاد مسرح سبها البلدي إلى الحياة بعد أشهر من توقف جميع الأنشطة على خشبته، وذلك بسبب الصيانة والتي تمت بين بلدية سبها والمنظمة الدولية للهجرة، حيث افتتح المسرح بعروض غنائية من الفرق الموسيقية والمالوف بحضور شعبي من مختلف شرائح المجتمع السبهاوي. مضت 6 أشهر تقريبا والمسرح متوقف عن العمل، وجاري صيانة في داخل المسرح، واستمر العمل إلى من 6 شهور فاتا إلى عند اليوم اللي وصلنا فيه إلى الافتتاح. سيبدأ الفنانين بعد ما جلسنا واتفقنا في جميع تصنيفاتهم، الفنانين التشكيليين والمسرحيين والموسيقيين والفن الشعبي والشعراء الشعبيين سيبدون في وضع برامج خلال السنة بكاملها، وسيبدأ المسرح بحلته الجديدة وبشبابه وبمواهبه وبجميع الفنانين ليبدأ موسم جديد، وسيستمر بإذن الله وكل ذلك بفضل جمهور هذه المدينة، مدينة سبها. الذي دائما أقولها، أنا أحب سبها لأني أنا من سبها، ولأن سبها فيها كل شيء، ولأن المسرح البلدي بسبها. اليوم شهدت مدينة سبها بعودة الحياة، بعودة الأمل، بعودة الروح، المحبة في نشر الثقافة والفن في مدينة سبها الأصيلة عاصمة فزان، بعودة المسرح
البلدي بسبها، هذا المسرح الذي شهد الكثير والكثير من الأعمال الفنية والثقافية والأنشطة الاجتماعية والمجتمعية في المدينة. هذا المسرح بعودته سوف يهدف إلى دعم الاستقرار المحلي والسلم الأهلي والاجتماعي في المدينة، ودفع بالأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية في بإعادة فعاليات هذه الأنشطة داخل المدينة لزرع ونشر رسالة المحبة والسلام في مدينة سبها. مشاهدينا فاصل ونتابع حلقة هنا ليبيا. ناشد أحد مربي الأغنام الجهات المسؤولة بضرورة توفير الأعلاف التي تأتي للبلاد على أنها مدعومة ولكنها تباع بأسعار عالية، كما تحدث أيضا عن نقص الأدوية، الأمر الذي يثقل كاهل المربي. مواطن بشير محمد عبد الله جالي من منطقة بشر، أحد مربيين الأغنام. من خلال منبركم هذا تبارك الله فيكم جيتونا ونستوا. أنا كموال أو مربي المواشي الناشدو، نحن في ليبيا بصفة عامة المربي يعاني من عدة أشياء، والناشدو المسؤول الثروة الحيوانية هي أول شيء نعاني، النقاط اللي نعانوا منها رقم واحد غلاء الأعلاف، بالرغم ان عارفين ان هالعلفه هذه مدعومه من الدوله، والناس اللي واخذه الاعتمادات مش التاجر الموزع المحلي، نحكوا على التاجر المورد البوباخر او بوباخرتين اللي يورد في العلفه ياخذ في الدعم ويبيعوا فيها بسوق السوداء. هنا عندنا والموزع هذا مكسبه هو مكسبه، كيف تجي غاليه كيف تجي رخيصه. ورقم اثنين الأدوية، التحصين المعوي أو الدموي والغذائي، هذه اللي زمان نسينا من الدولة، وهذه ثروة تعتبر يعني ركيزة، وبعد البترول تعتبر الثروة الحيوانية والزراعية رقم اثنين في ليبيا. فالناشد المسؤول أو المسؤولين على الثروة الحيوانية أن يهتموا بها ويركزون عليها، راو بالطريقة هذه حتنقرض. في إطار التعاون بين شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وهيئة السلامة الوطنية للمنطقة الشرقية، تم تنفيذ برنامج تدريبي لرفع الكفاءة الأدائية لرجال الإطفاء بالشركة. تأتي هذه المشاركة ضمن حرص إدارة الشركة على رفع الكفاءة لجميع الإدارات والأقسام بالشركة وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة. وفي حفل الختام الذي أقيم بمحطة الإطفاء الثانية، تم توزيع شهادات إتمام الدورة على المتدربين وشهادات شكر من الشركة وبعض الهدايا الرمزية لأعضاء الفريق. في إطار التعاون اللي بين شركة سيرت لإنتاج وتصنيع نفط غاز وهيئة السلامة الوطنية متمثلة في هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، قاموا مشكورين بتنفيذ برنامج تدريبي استهدفت به مستخدمي الإطفاء في شركة سيرت. كان الهدف من هذا البرنامج هو رفع الكفاءة الأدائية لرجال الإطفاء بالشركة. البرنامج احتوى على أساسيات الإطفاء وأيضا الإسعافات الأولية وكيفية حرائق المدن. استمر هذا البرنامج على مدار 5 أيام من يوم الأحد إلى هذا اليوم. فهذه الخطة نفذت بناء على التعليمات من مدير هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، وعلى ضوها بدينا بالدورة من مساعد حتى المقرون شرقا. استهدفنا فيها أقسام الدفاع المدني على مستوى المنطقة الشرقية وبعض الشركات اللي منهم شركتكم الأولى، أول وحدة في شركتكم. وهذه الخطة ما زالت مستمرة إلى راس نلوف، إلى الكفرة،
اجداب يا الواحات حتستمر هذه الدورة التدريبية. تقوم شركة الأشغال العامة بأعمال صيانة الطريق الساحلي المار ببلدية الخمس، غير أن هذه الطريق تظل مهددة من أصحاب الشاحنات ومشكلة الأوزان الزائدة إن لم تنفذ الإجراءات الصارمة من الجهات المسؤولة. مراسلنا عبد الحميد سليم والتفاصيل. تواصل شركة الأشغال العامة أعمال صيانة الطريق الساحلي المار ببلدية الخمس رغم صعوبات الإنجاز بسبب ازدحامها بالمركبات الآلية المارة بها يوميا، إلا أن نسبة الإنجاز وصلت 40%. طبعا استلمنا الموقع هنا في شهر 4/2019، وتم تجهيز الموقع وتجهيز المقر للشركة وتجهيز الخلاطات والآليات هذه أخذت منها وقت كبير، يعني حوالي قريب سنة. وبعدين بدأنا في تنفيذ العمل في أعمال الصيانة يوم 21/8/2020. تمر عملية الصيانة بعدة مراحل رعي فيها جودة الطريق وسمكها ومواصفات تحملها للأحمال الكبيرة وسلامة المواطنين من الحوادث المرورية. مراحل تنفيذ المشروع طبعاً وبصفة عامة طبعاً هي تبنى على طريقة إعادة تدوية طبقات الأسفلت كطريقة تعتبر اقتصادية وتعطي طبقة تتحمل الأحمال مع طبقتين أسفلتيتين، طبقة رابطة وطبقة سطحية. وطبعا من ضمن الأعمال طبعا تنفيذ الحجز الخرساني للطريق والذي يمنع الحوادث اللي تحدث في الطريق الساحلي، طبعا اللي هي أحد أهم المشاكل اللي كانت في الطريق الساحلي. في نقطة نحب أن نعرج عليها هي طبعا المشكلة الموجودة في الطريق الساحلي هي الأحمال. طبعا زي ما نوهنا أن تصميم الطريق أو الطبقات الموجودة في الطريق الساحلي الآن تتحمل جزء كبير من الأحمال الموجودة، لكن التكرار الكبير في الأحمال والأحمال الغير قانونية الموجودة في الطريق الساحلي من أحمال مفردة أو الثنائية أو ثلاثية المحور صراحة في تجاوزات كبيرة موجودة من قبل صاحبي الشاحنات. بالرغم من المواصفات الجيدة في تنفيذ الطريق الساحلي، إلا أن مشكلة الأحمال الزائدة التي يقوم بها بعض أصحاب الشاحنات هي أكبر عائق في سلامة الطريق من التهالك. فهل نرى إجراءات صارمة من الجهات المسؤولة تجاه هؤلاء المخالفين؟ لقناة WTV عبد الحميد سليم الخمس. فهمي فنان تشكيلي من مدينة رجدالين يتحدث عن بدايته وعن حفاظه على هذه الموهبة برغم عدم اهتمام الجهات المختصة. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم فهمي مسعود هدية من بلدية رجدالين، فنان تشكيلي عصامي. الشغل في مجال التعليم. من سكان بلدية رجدالين متجوز ولي 5 بنات، 3 بنات وولدين. قلم وريشة وألوان ويد ترسم أجمل اللوحات في كوخه الصغير أمام بيته. ابن رجدالين فهمي هدية يمارس هوايته التي كما قال عنها لن أتركها مهما طال الزمان. يعني بعد ما تنقطع الواجبات والدراسة وكذا، واحد لازم احنا عندنا فترة الصيف دائما الكتابة، الفترة الصباحية والفترة الليلية ومساء، وكل ما نكون متواجدين في الحوش لازم نكون نعيشوا مع القصص. حق عجبت بالفكرة وتحسن فيها خطي، بالإضافة إلى الرسومات اللي كانت موجودة في القصص كانت تشد فيها. مرات نرسم الموضوع نقلة بالصورة متاعها، مرات الموضوع يعني يشد انتباهي. مثلا نكتب مثلا موضوع أو القصة متاع الغزالة الذكية أو العصفور الصغير وكذا، واحد نرسم حتى غلاف الكتاب أو غلاف القصة ونرزم فيه. ليس لدي ما أقول إلا أن أبناء ليبيا مبدعون، موهبة طال زمانها وغابت عنها أعين المهتمين. هل يدور الزمان ليلقى فهمي الاهتمام والدعم؟ من رجدالين مروان الطبيب لقناة WTV. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. دمتم في رعاية الله.